بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا جعلنا مؤهلين لإرضائك، وجعلنا غانمين في حياتنا الدنيا وحياة البرزخية والخاتمة هناك في جنة الخلد يا ربنا يا كريم. أمين أمين أمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضاً قلنا ما زلنا بصدد التمتع بنفحات تفيض من آيات. هنا سورة هود عليه السلام في شأن سيدنا نوح عليه السلام، يقول ربي ألا تعبدوا إلا الله، أي دعوة إلى التوحيد، ولا شيء ينجي ويؤمن ويفرح وينصر إلا التوحيد، ما عدا وما خلفه ولا يكون إلا رزية وبلية وسوء ختام والعياذ بالله. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف. شو الدور؟ أخاف. أنت مش خايفة يا روح؟ وأنا خفت عليك. وإحنا أهل القرآن هكذا، ولا والله ما كنا مصروف حتى معلومة ولا فيديو، كم مش خافوا عليكم وركزوا على هذا الخوف ومبينكم القادة وخالي تلبوا برقبكم طلبوا من مصيركم. اللحظة التالية من جبتها الله شي جزال، كما نحن نطلب من الله السلامة في كل أحوالنا، وقولوا لكم رانا خايفين عليكم لأنكم في طريق لا سلامة. إني أخاف عليكم، عطيونا شكون قاعد يتعامل مع غيري بالطريقة اللي أبدا إلا أي من كبار أي رسل السلام عليهم السلام، أنبياء الله هم خاصته، ونحن كذلك أهل القرآن أحباء وخاصته. يقول ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. اليوم الأليم لا شك فيه، إلى أين يليك تعبد؟ ما تجمش تنحرف وتبعد، نو إسكيب، والله لك لا تفوت، جايك وتمشي من غير ما تعلم، بالحمقك أنت ماشي لحتفك وأنت في بالك كاو العام صبا والبقرة التيار اللي جاء يجري فيها وغيرها، اللي يعترض التيار يقلع التيار ويديه في مكان لا يعلم عنه شيء، ما يعرف بالضبط مين متعصيله. كذلك أهل السياسة الكلاب وأهل الفنون وأهل الإعلام أغلبهم في هذه الخانة، خانة خائنة لمولاه، وتحب خائن المولى يكون هو منتصر، والله لن يكحل عليها الانتصارات هذيك، مستحيل. لا رينا الانتصارات مع العبد الخاصر في مصر، ورينا الانتصارات مع بورقيبة اللي الشيطان بعث فيه الميغالومانيا وخذها واتخذت جرته، وبنى عليه يعمل كده ببنه مشي يحرر الوطن من تبعات الاستعمار وظلمات، فإذا بيزاد هرس ما بقي وفاة بورقيبة في الإفساد. إذا احضروا، رانا القرآن لا نجاة الدين في كلامنا، ومرجعيتنا هي قرآن وحديث قدسي وحديث نبوي شريف صحيح، ومناش نلعب، ونزيدوا نأكدكم مناش نلعب. عذاب يوم أليم، دونك سيولا يسرى كاركتيريزي بار ان شاتيمو هيبر الجيك، سي تري 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 دولور، سي اون دور دو توت vos représentations imaginaires. فقال الملأ، وشو ما زعمهم بالوقت، هما ستون سيليكسيون دو سيليكسيون، ما يعوم عليها الا الهمال اي دوله، واي جماعه ما يعوم عليها الا العصابه، عصابه السوء. عموما التاريخ هذا باش متميز. فقال الملأ الذين كفروا، والملأ دائما كفار عموما اهل المال، وكان ما جيتم مؤمنين بالله ما كنتوا تزموا مال بالحرام، دونك انتم كفار لنعم الله. تحب تكون كافر في الدين وتكون كافر في المعاملات، عندنا احنا سيان كيف كيف كافر كيف، ولي نعم الله مش تشكر ربي على ما كان كافر بها، بل كلما زاد المال كلما زاد طغيانك وعم يكونش معك وماكش عارف يستنى فيك، اما اللي مستنى فيك مش يتمكن بيك، وبعد يجي غيره 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 الى ما لا يتلو في خال مخلات في قعر جهنم إن كنت من المنافقين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه
من أراك إلا بشرا مثلنا. يتذكر شعبان في قعبان ولا تولي يحدث فيك حديث سيدك بربك نسيها، وخذيت أنت مكان ربك وقلت أنت من الملاء وما مني تقرا وماذا ما كان إن شاء الله ما كان أنا نحل ونحرم. يعني يا ربي أمر بضبط أشياء أنت سيبت على طرق ذراعها، بس حتى حد ما عاد يفهم شنو يطالب أنت وشنية حجج بتاعك في التشريع وتخطوا في التشريعات. فأنا رافض القرار بتاعك في التشريعات، ثم كما تقول أنت سي ساتوراسيون أو القوانين بلا حسابات أجمع ذو ما يرحيه مكينة يرحي هات حتى ضربكم ربي بداء وانفلاماسيون دو لا ليجيستاسيون تاعكم التخليد. ببالكم عاملين دستور وهو يتكلم على الإسلام كدين، وين الدين؟ ويتكلم على اللغة العربية، وين اللغة العربية؟ تشوفوا خلاياكم في المؤتمرات وفي التركن وفي الإذاعات وفي الواحد شنو اللي قاعد يغلب، العربية الفصحى ولا العامية؟ ومن وراء الإنجليزية تبدأ تأز وأزن، ولا الفرنسية ولا الروسية، ولا أخو يتحدث على ولده ولا بنته مشاو للياباني ولا مشاو لليابان، شنو اللي زاد فيهم؟ شنو الحكاية؟ خشبيها الناقة تتفخر بلي تعلوش ولا شنو؟ وصبحنا ديك الدجاجة والدجاجة ديك، شنو الحكاية؟ تاكم لخبطين، وشكون مش قدركم من الأمم؟ وشكون مش قدركم احنا داخل البلاد؟ احنا هنا بالمرصاد وتعبوا لا تكروا، انتم في عناء كبير، وانا كناس عنا خبرة في التشخيص راكم مكمش عاديين، راكم تيار الشيطان رفعكم من المعقول الى لا معقول، وبار لو على اللي يفقد عقله وش مش يكون مصيره، اقل شيء في المورستان، والمورستان برا زوره توترى ما لم يكن في حسبان، ما عندهم يامنوا لا طب ولا ممرضين ولا معينين، حتى بيجم هايج ما يجم يكبلوش كيميائيا ولا يكبلو فيزيائيا، اليوم يرد بالكم، راكم انا وصلت ناس تلي هاجوا ماجوا استولى عليهم الشيطان، قل أنا عليكم كان تلزم تو تعلموا الشرطة ويلزم وين يزم يكونوا، وبارك بيرجع لي جلسة بعد ما كان هارب مني وخارج مني كرجل القرآن وانا حنا خوف مقبول، اما الشيطان يزين له ذلك ونقول له يتلفت لهم، هو قال انا قلت باش ما تمشيش للسجون ويعديوك اهل الفنون في الاجرام، لانه هكا الحق العام، ولكن المدينين بالمقلوب عندهم يقول لك وعندهم خطاباتهم وعندهم وسواسهم وعندهم وعندهم. انا خيرت ان تكون تحت ورقة الطب، مازالوا عندهم ريحة الطب وممرضين وممرضات كذلك ومعين ومعينات معتنين بيك خير من غاديك، الله أعلم بيك مش مع الشرطة فقط، الظالمة الظالمة الخامجة اللي تعيش كم بالرشوة، لكن الصالحين من الشرطة مش دائما شمس تشرق، أما اللي قاعد جنبك رقب فايق صامت ولا متكلم هذوكم الناس بالمرصاد لك أو لغيرك، قولك أنا نعدي باش يكثر جندي، هذا هو المنطق السجون في مول غير وتخذوا يزن كل واحد يسمع لي الإسلام يزن فم بيضا بيه والأخر لغمه وتفجر وزاد عاد التأثير سواء كان إيجابي ولا سلبي، زاد التأثير واتخذت فيه الدول مهما قالت من علمها في الإجرام ومقاومة الإجرام فشلت. إذا هذا الرجل هذايا ولا الشاب هذايا قتلوا، وفي الجلسة هذيك بالذات وريته أيهما أحسن له، يكون كما أشرت به ولا يكون كما هو سيأتيه، والشرطة حين يجي الجيران يشكيه ويلقاوه في الهيجان هذاك، أما ما اعتبرش اللي فما هيجان مرضي ويعتبرها هيجان عدواني، مرة لصق له التهمة وخلي بعد يجري وغيره باش يبينوا لي المسألة مش كما ما أخذت في البداية. نرجع إن شاء الله تعالى نزيد نفيدكم بأسرار وبركات القرآن.